الشغل حتى المهارات الفرديه بتاعت الحارس اللي انت كمدرب تشركه معاك في التقسيمه برضه عشان تديله مش هشركه لا هي في تدريبات دلوقتي بقت برضه متخصصه لحراسه المرمى في حراسه المرمى تنمي المهاره وتنمي مهاره الاستلام والتسلم والتمركز والتغطيه ورا المدافعين والميل ورا المدافعين كانك ليبرو بالظبط. مين اللي بيحدد كان بيحدد في النادي الاهلي مين الحارس اللي يلعب حضرتك ولا مستر مانو؟ المدير الفني طبعا. مستر مانو لا بغض النظر عن اسم المدير الفني. المدير الفني المدير الفني اه يعني حسام مستر مانويل تدي له نصيحه تقول له مثلا عندي دلوقتي ده جاهز اكتر هو احنا كنا في فتره ما كانش فتره الحارس ده عنده مشكله مش لا احنا في فتره ما كانش في مشكله خالص عندنا اللي هي بتاعه عصام الحضري كان هو يعني حارس الاوحد وبيلعب على طول بس كنا بندي الكاس لامير يعني اللي طبعا نسختنا في امير كان يعني كان ودي فرصه في المشاركه لا كان لا وهو كمان كفنيا كان يستحق لانه كان هايل وكان بيتمرن كويس فكان بياخد الكاس حتى لعب الزمالك في نهائي الكاس 4-3 4-3 اه بالظبط فكنا واثقين فيه جدا ان امير من الحراس الموهوبه جدا برضه على فكره يعني امير مشي من الاهلي ليه ما تحملش الضغط زي ما حضرتك قلت كان بعد الحضري لا امير مشي من الاهلي في مشكله شخصيه مع كابتن حسام وفي النادي الاهلي ده ما فيش رجعه فيه امير عبد الحميد مشي يعني حصل في خلاف مع الكابتن حسام كابتن حسام بدري اه فمش ما مشيش فنيا لا مش هو فنيا كان رائع وماشي بشكل جيد جدا لكن مش عشان النادي الاهلي كده ما ينفعش لعيب يبقى في مشكله بينه وبين المدرب يعني وانا طبعا اتمنى نادي الزمالك كمان يبقى كده وتبقى طب هاخد بقى تعليقك على الموضوع شيكابالا ده انت قلت ان يعني النادي الاهلي ما ينفعش مشكله تبقى تعليقك على موضوع شيكابالا مع كابتن حسن شحاته